أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من رفح جنوبي قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة في مايو الجاري وسط استمرار للقصف. المزيد في التقرير التالي. أصبح النزوح لدى الفلسطينيين في غزة عادة يومية في ظل الهجوم المتواصل لقوات الاحتلال لجميع مناطق القطاع، خاصة في مدينة رفح الفلسطينية التي يتكدس بها آلاف النازحين من الشمال والوسط والجنوب. وأجبر أكثر من 630 ألف فلسطيني من السكان والنازحين على الفرار من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة. وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الكثيرين نزحوا إلى مدينة دير البلح التي أصبحت الآن مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية. لأنه ما حكوا أنه هذه المنطقة آمنة، بس إحنا رجعنا لأنه ما لقيناش مكان نروح فيه، أو المكان الأماكن اللي كنا فيها مش مرتاحين فيها. الواحد ما بيرتاح إلا في بيته حتى ولو هو مدمر. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن سكان قطاع غزة ما زالوا يتعرضون للتهجير القسري بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى التحذيرات المتكررة التي تطلقها قوات الجيش الإسرائيلي للمواطنين بضرورة ترك منازلهم والنزوح من مناطق يحددها الجيش الإسرائيلي مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية بسبب إغلاق المعابر. لم نتمكن من الوصول إلى مستودعاتنا في رفح الفلسطينية منذ أكثر من أسبوع. لدينا القليل جدا من المواد الغذائية والوقود الذي يأتي عبر المعابر الحدودية في الجنوب، ونحاول جاهدين دائما ولكننا نفشل حاليا في جلب كميات ثابتة من المواد الغذائية. وأطلقت المنظمات الأممية تحذيرات عدة من أن هناك بالفعل مجاعة شاملة في جميع أرجاء قطاع غزة المحاصر، ما تسبب في استشهاد أطفال ونساء بسبب سوء التغذية.